على مستوى الجمهورية بدأ البنك الزراعي المصري موسم تجميع محصول القمح من الفلاحين. البنك بيقوم بجهود كبيرة في تجميع القمح، خاصة أنه أحد المحاصيل الاستراتيجية. تعالوا نشوف تقرير ثم نعود إليكم مرة أخرى. بأكثر من 190 نقطة تجميع مجهزة بدأ البنك الزراعي المصري باستلام القمح من المزارعين مع بداية هذا الموسم والذي بدأ منذ منتصف شهر إبريل، وذلك وفقا للمعايير والأسعار التي أعلنتها وزارة التموين. الاستعداد بتاعنا كان من بدري جدا مستعدين للقمح. أنا عندي 190 نقطة تجميع زي ما قلت لسيادتك بتستقبل حوالي 800 ألف طن. أنا لغاية دلوقتي استقبلت 202 في الفترة من 23/4 لغاية 30/4 لأن البيان ده لغاية 30/4. بالنسبة للجهات المسوقة الثانية كإحنا والبنك والصوامع والقبضة للصوامع، إحنا أخذنا لغاية دلوقتي 1.2 مليون طن. الموسم لسه لغاية 15/8، فالاستعداد جيد جدا. كل أكترية الضم حصل في ضم، لكن الدراس حوالي في لسه احنا حوالي 60% مدرات القمح لسه على الأرض. احنا بنستلم تموين من المزارعين القمح المحلي وبنسلمه للجهة المسوقة، بيمر بطريقة مرحلة فرز عن طريق مسؤول سلامة الغذاء، طالع عن جهاز وكانت درجة الرطوبة والمنتج هل جيد ولا في نسبة رطوبة، ويمر بعنصر الزراعة بيحدد نواة الشوائب والأتربة لو في بعض الأتربة، ومسؤول التسويق كله بياخد مننا المنتج من الوزارة بيسلمه عن طريق استلام محاضر. يقوم البنك الزراعي باستلام القمح المحلي من المزارعين والموردين لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث أن البنك يمتلك أكبر مساحات تخزينية لإستلام وتخزين الأقماح منتشرة في كافة القرى والمراكز بمختلف محافظات مصر بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 800 ألف طن قمح خلال الموسم الواحد. التعامل في البنك الزراعي، المزارع بينزل ياخد القرض بسهولة جدا من المدير لين الغفير، كله في خدمة المواطن أو في خدمة المزارع. التسهيلات موجودة على طول، احنا بنقبض على طول، مفيش مشكلة في السداد الفلوس ولا في مشكله في اي حاجه. سناء الغله بطبيعتها فلاح النهارده بضم كومباين، فالغله بتطلع انظف حاجه، يعني ما فيهاش طين، ما فيهاش اي مشاكل، ما فيهاش اي حاجه. لا، الناس محترمه جدا، يعني النهارده نسلم وتاني يوم او خلال 48 ساعه نستلم الفلوس. القمح السنه دي عامل من 16 لحد 22 اللي هو بيزرع على مصادر، خدت فلسات الفلاح الماشي الطبيعي ربنا بيكرمه وبيرزق. الانتاجيه كويسه ان شاء الله، والسعر مناسب كويس، بياخد مني 2000 مثلا. الخمسه طن هم الخمسه طن، ما فيش لا كيلو عيار ولا كيلو كده ولا اي حاجه ابدا بالصلاه على النبي. يدعم البنك الزراعي مزارعي المحاصيل الاستراتيجيه مثل القمح من خلال زياده قيمه السلفه الزراعيه، وذلك بالتنسيق مع وزاره الزراعه بهدف مساعدة الفلاح على ارتفاع تكاليف الزراعة وتكاليف الانتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى لزيادة الرقعة الزراعية من المحاصيل الاستراتيجية بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص فاتورة الاستيراد. محمود حافظ، حقائق وأسرار.